يا نبي وادعي الأخو أحزانها تدري باشرتي يرتحل ويليانها يا بلي مشلون لو باشير يصير وحدي شتحمل يا ابو يمش اصير شاردسة وخلافك شنهي المصير لو طيحت خويا بواصل ميدانها إلى الشاعر المرحوم الشيخ عبد الأمير المرشد تقي اللي باشر خويا من بعد الظهور تقي اللي باشر خويا من بعد الظهور بسهم لي ثلث تيطي حمني المهو وين أنقي الوجه عقبك يا الذخو وين ودع يا لك ورضع عنها شلون لي مطفالك وهاي الحرام شلون لي مطفالك وهاي الحرام وقامت نيران تسريبي شلون أجمعها يا ابن سيدي الأمر عيلتك يا فارتي وادي إلى الشاعر المرحوم الشيخ عبد الأمير المرشد خويا أحشي وياك يا ضيدي الحسن خويا أحشي وياك يا ضيدي الحسن حاجي عباسي البطل حامي الضاع خيالي يريد فينا يا خو يا لي الوطن اي مثل ما فيها جمنا أوطانها خويا حست بي الوداع العائلة شلون أصبرها يا ابن عقل الولاية أجنتي تنشد شي تربكار
اللي جا اجفان شاردقي هن اخويتي باكر تطيح على الغاب كي الفارد منهم ذبيح قمر هاش عيناها جسم طيريح عال شيري عصاوب عيدوان تقيل لها ثودا ما مار على البال خلافك نتمحني هاي العيال باكر في الخيم لو الحق اطفال باكر في الخيم لو الحق اطفال علي صعبة يا ابن سيدك وعنها ردت الخيمة تهزي نبوي بلد تفكري مصباح باكر لوحيته مين تروح اخوتها اصحابي الشيا غدتي تعكز بصفر ايمانها